عاقل أحمد ديري حسن ورفاع ايه اللاقو دورتي اسلامركا سينا اللاقو علي مساري ديغان كاسيقا ديري ديغمدا عيل فوين ايه قبل كاسناقا علي مسارك عاقلك ايه يمي كد مدو طمان ايه عشاكو دو او هالكاسي شروقا سعودي بيلاها ديغان كاسي كاسي او ايه آخر كيسي كو قدوميين ان عاقل أحمد ديري حسن ورفاع اللو دورتو عاقلك بيشاسي مناسبة دي اللاقو علي مساري عاقل أحمد ديري حسن نوحا kasoo qayb galay irgooyinka kala socda beelaha deega gobolka Sanaaga masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madax dhaqameed wax garad uqaal dhalinyaro iyo dadweyne kale ugu horeena waxa munaasibadaasi Cali Masarka ka hadlay ugaas Faisal Saciid Maxamed iyo sidoo kale madax dhaqameed wax garada maayir ku xigeenka degmada Ceelfween maayirka degmada Bohol xildhibaano iyo xubno kale kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay Cali Masarka Caaqil Axmed Diri iyo Xasan shirka waxaanu fadhinay in muddo waxaanu kaga hadlaynay nabadgelyada waxaanu kaga hadlaynay danaha reerka waxaanu kaga hadlaynay deegaanka waxaanu kaga hadlaynay dariska waxaanu soo baxday inaanu dooranno caaqil beesha hoggaamiya oo la yiraahdo Axmed Diiri iyo Xasan waxaanu soo baxday nabadgelyada oo ciid kasta oo hareera naga xigta aanu kula noolaano nabad waxa lagu doortay caaqil dadkoo dhan u caaqila khusuusan reerka la yiraahdo يونس إسماعيل ويسوغا سودك شهر كان ليادو جبريل حسن وتدادا اينو سوغن نمي اي قوبتا اينو نمي وحفلت دقاميت اح علي مسار اينو ما تاركن كو علي مسار الناي عاقل احمد ديري حسن تولد ان شاء الله تعالى الهي وحنو قبر ينا اولا عاقل كاينو إلهي عريما الله دورته وفضو ده ايو سيدي هورا الله شاقي أحمد ديري حسن رير كووي سو دورتين مركي كشيرين باي ساق دورتين وحو عاقلو يهي رير عوير بو يهي وحو مركا لغا قودو لغا تقو يهي رير بركات جبريل حسن بو يهي سعد يوني سو دن بو يهي حبر يوني سو دن بو يهي وعاقل قود سيد اسمان نوكو علي مسارينا وقود دعاينينا وحنو لينا إلهي حلقا مانتا لغو دورتي إلهي هكو فضوديو أحمد ديري حسن وحن لنا هاي إلهي حلقة لغو هكو فضوديو لغو دورتي وحن أمهد إلينا وييلك قرتي إنه سو دوران أحمد ديري حسن مدد شركة أفردية رنوهان تين تانا شركة بسن كيناي وقدك كيناي حفيزك يريو حن رمنا إنا شركة بسن قوبتا شركة نبدقلية لغو دوران أي عاقل آد ياد بان أمهد إلينا وييلك حلبان ندي ودي هذين نكوا ذا شقين أو إن نبتجلا إلى عشان ما أنت نسيت ما فردينين حفلة دينا ما قبسون تين سيد الله شيء يعني مش عاجز القوة تكون معي هذين نبتجلا وضعت كين أنت أكيد بعد واحد لا ياي أحمد ديري أنا قلنا وانو قرنا ما دام أي بس يصير مدد يروح فردي إن بدن وأي كسوة شتاي سفي عنا أي كسوة شتاي أن سوى عاقل أها مركوري هنانك كوالي إسكنا أها أننا وأنا لقى أدني أحمد ديري حسن ورفاع إلهي وحن كبر يا أحمد وحلك الله وساري وحل عرس إمام العرس وكوي نسلنا كعرس أي الله وساري هدي الله وساري ناول با واحد كل شغين يسي ولاني ما تكون شغين يسي ما تسى واتكتل ما متى هذا يا أدبان روحن بلينا يا تتكدمان سجوني حفلة تنا ينسجوني مي على مسارك أحمد ديري حسن تولد أنا وحنا يركض كتيم عائلة فين اللي جوس عصومي هنا نحفلة اللي معنا دي أتباع مهتمين ويا وهم بليننا وكوب قادرنا وحنا لا إله إلا هو مسان إلى وحنا لا أبو لا هو شالوا دور تعمل حسن إلى هو ذو قرب قل وإلى هو فضيدي تدا مرك على الشجع يا نيكو بيجا هاي هو الشجع ويل كرب الشجعين وحلي نجرها بيشين مركي هو ربع عاقل بروح أحمد ديري إلى تضبط سنة سديت سنة بهدر وكوش غيري لكن ما أنت واحد نقطة ما أنت على مسارك يونس معي رودن ساس هو هندونا عاقل بيش دورتي عاقل كا أحمد ديري حسن أنت مركو هذا وايدين كوب قاعدين دور شلا دورتين وضيقة إلى هنا واحد نكبر ينا إنا كوي قربك قبتن نقطان أنت كلا عقاشة كوشة غيسنا
وحن لهنا هاي حلا صاهم بليايو وسيدن هاو صابحين نيكا عن سيدن وصابحيني بيش ومن نغن كارود عاقل وحن لهم بليين يا عاقل كان رقو على مساري ما انتا المقالة سيقا دير اي على مسارين بيش يون اسماعيل مركو هوري وحن وزين شاقينا انا وحداهم بركة تبريل هوران ودوران عاقل احمد ديري حسن sidoo kale waxa halkaasii geestooda hadalkaysay kala dambeeyay madax dhaqameed wax garad iyo irgooyinkii munaasabadaasi calaamasaarka ka soo qayb galay Yunus ka soo jeeda beeshaas oo noo doortay noona soo xushay aan caaqil aad u qeyb badan oo awalba caaqilnimo ku shaqeynayay anigu Axmed maahan markii ugu horeysay oo aanu is aragno Axmed waa saaxiibkay ergaan ugu imid anigu hadda ka hor sidii uu noo qaabilay abid maanan arag erga sidaa loo qaabilo waxaanu axmed ku baranay karti hufnaan cadaalad iyo hal adeeg maalin baanu u nimid isla maalintiiba arrintayadii dhameeyay haddaanu anagu nahay oo maanta aan nasiib u yeeshay inaan ku hadlo codkii beesha bariga iyo koonfurtaba degan harti oo aad garanaysaan oo dariska kala aad beelweyntaan أحمد وإذن لقى هذا الني عاقل كهل كهل قد دورتي وعاقل حبر يونس ودن عاقله وحو عاقل ويهي حرتي إيو إساق إنتي مركا چوكتا قوبه وچوكو وضيال كيمي دق مدى قردق كان سو قيب قلي حفلة دن لقو علي مسارة يا عاقل أحمد ديري أنا ما أنت عاقل ما يهرو عاقلوها عبدي عاقل كه على مسار كه أري يا دمانو سلام يا ودورتين إن إلى هنا وايد وافتشي هرنا والله يغنى يا أحمد سواء الله مقابلنا على على مسارنا عن لقوش من بو عاقلها إن وما دون عربك كويسي سلاو دورتين بانو دون دورناي هذا أحمد أولا الكوب كنا جهنتي كفتامي ما هذا كالنتا إسكالي كالسوني هذا وقا تكرسي قادك عقل كي أمرنا يا عرض كلا جناتي أدوينه دورتي وما دواي كفر حينه السلام عليكم أوه وانك دورنا يا كنا دقينه وانا جوا كدورنا يا ودرنا دهي waxayaguna halkaasii ka hadlay Sheikh Awil Fatax Shire gudoomiye ku xigeenka hay'adda diwaanka sakada Somaliland iyo Chief Aqil Mahamud Nuux Maxamed waleenahay doorashada maraday reerki doorteen Aqil awalba wuxuu ahaa sida la sheegay Aqil xogaa tababaran buu ahaa oo waxa nala ku yiri war Axmed awalba miyaanu Aqil ahayn laakiin waxa weeyaan isaga awalba naayib ahaa إيمان كنا وحوي وانو تأييدين ووات كيلنا وحي نو إسقوني ما وحي أهيد حفلة دن مانت أحمد ديري حسن على مسار كيسا أيينو ماشا إسقوني مي أحمد ديري إن بضن بو عاقل أها وكسو شقين يي مانتنا وعلى مسار كيسي إيو عال شب كيسي وحن لا هاي ورطا مركة هوري أحمد هاوشا لودي بي إلهي هاو فضو دي gabagabadii munaasabadaasi calaamasaarka ayna waxa halkaasii ka hadlay Aqil Axmed Diiri iyo Xasan Warfa oo bulshada ugu baaqay in ay adkaystaan nabadda isla markaana sheegay inuu ka shaqeyn doono arrimaha horumarka deegaankaasi iyo sidoo kale nabadgelyada deegaanadaasi marka labaadna waxaan halkan ka salaamayaa ergooyinka faraha badan ee dhinacyada isaga yimi ee reer walbale waan ajiibay ilaahay waxaan ka baryaasaa ugu ducaysiin waan qaatay nabad waa ogeydeen gobolka Salaag degmada Ceelafoyin gaar ahaan colaad badan baa ka dhacday nabadgelyo la qaatay garab yar mooyaana colaadii way jirtay garabka insha Allah waxaanu rajaynayna ilaahay inuu soo xadiyo ilaahay waxaan ka baryaa rabbigay isaga raxmaana isaga wax bixiya ilaahay maanta waxaanu dareemayna amni dar oo gobolka Sanaag baynu dareemayna horta ugu horeynta ilaahay inuu amniga inuu sugo oo diinta inuu sugo وحقنا وافتيو بين الله كبرية شيف عاقل محمد نوح محمد أي جبدي عاقل أحمد ديري حسن ورفاء دوب كوحري عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي وررك قبل كالسناقة